يعطيكم العافية. هسه مثل ما حكينا بشابتر 3 هسه شفته شرحته مش من الكتاب، وفوت على أسئلة من الكتاب بس إنه مش من الشرح، هذا الشرح من الكتاب اللي حكيت عنه. عندك التورك زي هيك انزل، وعندك هون لما يصير الشير ستريس هيك، عندك بحدث الشير ستريس، لاحظ إنه بالنص ما بكون في شير ستريس. الديفورميشن هذا اللي هو الانجل اوف تويست راح نشرحها هسه، كيف كان عندي انا ستريس بعدين ديفليكشن. يعني شابتر 1 كان ستريس، شابتر 2 كان ديفليكشن، هن نفس الشيء. شابتر 3 اي ستريس، شابتر 3 بي ديفليكشن. فهون بقول لك كيف بحدث الستريس، كيف بزيد توزيع الستريس، والرسم اللي حكيتها قبل شوي هيها. لاحظ انه هون يا عمر شايف هاي بجوز اوضح رسمه الكتاب، انه هون ما في ستريس، الستريس بلش من هون، ستريس ببلش من هون زي هيك، اما هون الستريس ببلش من هون. اتوقع انها تكون وصلت الرسم يا عمر. وقال لك هاي سي 1 وسي 2، سي 2 اعلى من سي 1، فهي التي مينيمم والتي ماكسيمم. شايف انه التي مينيمم الشير ستريس مينيمم للهولو شافت بيكون هذا اشتقاق للقانون سي 1 على سي 2 في تي ماكس. دقيقة. طيب خلينا نكمل. فهذا هذا السؤال، هذا السؤال نفس اللي حلينا قبل شوي على الشير ستريس ماكس ومينيمم مثلا. بس شو المشكله هون؟ انه هون معطيك الديميتر مش الهاي، فهون عندك الديميتر 60 الكبير والديميتر الصغير 40، فانت هنا لما راح تعوض انت 30 و20، 30 20. في شغله ثانيه، انه هون قال لك اهولو سلندر ستيل شافت طوله 1.5 مليش بالطول، له انر ديميتر اوتر ديميتر، يعني قطر خارجي وقطر داخلي، مقدار الداخلي 40 والخارجي 60. كم اعلى تورك بياثر للشير ستريس؟ مقداره 120. فمباشره بحكي انا اعلى شير ستريس باي على 2 هيو هذا القانون، التورك بيساوي جي في تي ماكس على سي، انقلب القانون بس. فالجي هي باي على 2 في الكبير ناقص الصغير وكمل. فطلب منك المينيمم، المينيمم طبق هذا القانون، او انت بتعوض بس سي 1 بدل سي 2، يعني بتعوض 20 بدل 60 بالقانون هذا، يعني بهذا القانون بدل ما تعوض هاي 30 بتعوضها 20، او بتطبق هاي العلاقه عادي، الثنتين ما بفرق معي مش مشكله. طيب هاي الامثله كلها حكيناها، يعني حكينا عنها نفسها تقريبا، وهي الامثله اللي حليناها بروبلم. هسه راح نحكي عن الانجل اوف تويست. التويست زي ما حكينا هو الفتيل او عمليه الدوران. الانجل اوف تويست، الانجل اوف تويست فاي هي بتساوي تي في ال على جي جي. تتذكروا الديفليكشن بشابتر 2 كان بي ال على اي اي. طيب شوف نعمل مقارنه بين القانونين. التي تورك، البي فورس، ال نفس ال طول الشافت، الاي بدالها جي لانه هون بتعامل مع سيركلر شافت، الاي بدالها جي. هاي مودلس اوف الاستيسيتي، بديش اكتب زي هيك الاستيسيتي، وهذا ريجيديتي. طيب ليش هون استعملت انا الريجيديتي؟ ليش ما استعملت الاستيسيتي مثل هاي؟ لانه احنا بنعرف انه هذا ناتج، هذا الديفليكشن ناتج عن نورمال ستريس، ولكن الانجل سويست راح تنتج لي من الشير ستريس، فبالتالي الشير ستريس كان قانونه جي في جاما، اما النورمال ستريس كان قانونه سترين في اي. فهون راح اتعامل مع الالاستيك شافت، وهون راح اتعامل مع الريجيد شافت. فانا بالشير ستريس والانجل اوف تويست راح اطبق نفس القوانين، قانون القانونين اللي بهذا الشابتر احنا راح نتعامل معهم. القانون الاول الشير ستريس بيساوي تي سي على جي، والقانون الثاني فاي بيساوي تي ال على جي جي. شو هذا بيختلف عن هذا؟ ما بيختلف ولا شيء، بس هذا ثابت معطى بالامتحان، وهذا الطول طول الشافت. ما في سي هون، ما بتهمني السي. فاي محسن. نعم؟ فاي شو هي بالضبط الفاي؟ الانجل، انجل اوف تويست، زاوية الدوران. كيف يعني؟ خلنا انزل لك اياها هون. هون هسا تتذكر لما كان عندي انا لود زي هيك بأثر، كنا نحكي بتصير هاي اطول، صح؟
ناتج عن اللود. هسه هون عمليه الدوران راح تعمل لي فتل، ما هاي بتفتل بالهاف، تخيل بضلك تفتل الجسم، بضلك تفتل الجسم، بضلك تفتل الجسم، بلف معك الجسم من جوا راح يلف معك، هاي اللفه هي فاي، فانا بدي احسبها. بس هاي الفكره. طبعا وحدتها بالريل يعني بتكون ما في داعي تي ال على جي جي. طبعا الحل لها زي ما احنا بنحل لمين؟ للديفليكشن. يعني بدي انتبه للاشاره هون، في عندي موجب او سالب. خلينا نحل مثلا من الكتاب. بس سؤالي، الجيرز داخل معكم اللي بيجي زي هيك؟ مره هذول الشغلات داخله؟ شرحها الدكتور. شرح زي هيك تمام، ما في زوم ثاني شكله. طيب نيجي على انجل في تويست مثلا، زي هذا المثال قال لك ذا سوليد شافت. سوليد يعني الجي باي 4 ار تربيع، باي 2 ار كوب 4، مكون من براس نحاس. ليش النحاس؟ مشان يعطيني مثلا قيمه الجي. لا مش هذا السؤال، هذا سؤال على الشير ستريس مباشره. بدي سؤال على انجل في تويست يا اخوان. السؤال زي حالنا زي قبل شوي كانه، بس كما كان معطيني ديميتر اذا بتتذكروا. قال لي اذا قلت، هذا سؤال الفصل الماضي يا اخوان، ذا الكتريك موتورز نفسه بالفاصل يعني اللي فات على الكتاب وطلع لي واخذ الاجابه هاي اخذ فل. يلا ذا الكتريك موتور اكزيرتس 500 نيوتن تورك، في عندي 500 نيوتن تورك بالماتور اللي هون، هذول شكلهم زي هيك، فهذا شكله زي هيك. فبحكي لي الجي 27 والتورك، هاي التوركات هاي التوركات، وبعدين بقول لي اوجد الانجل اوف تويست بين البي والسي، اوجد الانجل اوف تويست بين البي والدي، بين البي والدي، مش مشكله. هسه دائما لما نوجد الانجل اوف تويست زي ما كنا نحكي، بنيجي من الجزء الحر وبنمشي للسبورت. فبنيجي نحسب الانجل اوف تويست عند A مثلا، الانجل اوف تويست عند A راح تساوي الانجل اوف تويست بالاي بي. اي شيء له طول بده له يكون انجل اوف تويست. طبعا اللي مش فاهم هذا الحكي بده يكون مضطر دارس شابتر 2، انه ليش بجمعنا اي تغير بالماده، اي تغير باللود، اي تغير بالطول، بجمع او بطرح حسب الاشاره، حسب الاتجاهات. ثاني شيء الانجل اوف تويست للبي سي زائد الانجل اوف تويست للسي دي. للسي دي هسه لما يكون عندك اي بي بي سي سي دي، يعني ايش؟ طول اي بي ال طول بي سي طول سي دي. هلا بدنا نحسب الانجل اوف تويست عند ايه، مش الحمد لله مش الانجل اوف تويست المطالب اللي هون. فراح يساوي التورك هون، التورك بالاي بي كم؟ زيرو، ما في تورك عندي هون، ما في تورك، زيرو مباشره تكمل. فاي بي سي بدي امشي من بي الى سي، كم الفاي بي سي؟ كم التورك عندي؟ 200 ضرب ال ال، كم ال ال؟ 1.2. كم الجي؟ باي على 2 في ار قوه 4، معطيني الديميتر 44 في نصف القطر 22. 14 سالب 3 يعني مليمتر قوة 4 زائد التوركون. كم التوركون؟ هاي نفس اتجاه هاي، يعني بجمعهم، يعني كم؟ 500 ضرب ال ال، كم ال ال هون؟ 0.9. وكم الجي؟ الجي الجي الديميتر مختلف، فبدي اعوض رقم ثاني. نسيت الجي، الجي 27 10 قوة 9 14 قوة 9 باي 2 في 20 باي 2 باي 2 في 24 اكتب الوحدات ضرب 27. بس هيك انت طلعت الانجل اوف تويست عند ايه، يعني انا قديش راح يحدث عندي فتيل من هون. طيب هسه ايش طلب مني هو الانجل اوف تويست عند بي سي؟ يعني بتحكي تي ال على جي جي الى بي سي. طب طلب عندك بالبي دي، بالبي دي راح تكون حاصل جمع الزاويه هاي زائد حاصل جمع الزاويه هاي، يعني من بي لدي، يعني زي كانه حكى لي احسب لي الانجل اوف تويست عند بي، الانجل اوف تويست عند بي نفس الانجل اوف تويست عند ايه، لانه هون التورك زيرو. يلا نشوف اذا عامل زي ما انا حكيت ولا لا. الانجل اوف تويست بي سي تي ال على جي جي مباشره، الانجل اوف تويست هاي جمعهم. طيب بدي اعطيك ملاحظه ثانيه، لو انا عندي هذا التورك، هذا التورك 200، اما هذا التورك زي هيك شكله 300. لما بدي هذا ترك الاسئله، فاي
بي سي او فاي بي كامله، يعني فاي بي يعني من فاي من بي الى دي، شو بدها تساوي؟ 200 ضرب كذا 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 كذا. بعدين 200 ناقص 300 كم؟ سالب 100. سالب 100 ضرب كذا 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 على كذا كذا كذا. يعني ننتبه الاشاره مهمه هون، مش زي الشير ستريس، الاشاره مهمه. طيب ف بطرح لما يكون التوركين عكس بعض. طيب محسن ليش 300 ناقص 200 هون؟ لانه فرض. مين الاكبر؟ 300. ال 300 اكبر. انا فرضت الانجل اوف تويست عندي راح تلف معي بهذا الاتجاه، صح؟ على فرضي الاولاني يعني. على فرضك الاولاني بتفرض مره وبتعمم عليه. يعني انا بقدر احكي فعليا، بقدر احكي سالب 200 زائد 100 او بحكي 200 سالب 100، ما بفرق معي الجواب. تمام. طيب هذا سؤال على الانجل اوف تويست. هاي الاسئله كامله على نفس المبدا، احنا بنحل الاسئله المتوقعه. ليش نروح على اسئله الكتاب اللي مش ممكن تيجي؟ بدنا نحل الاسئله المتوقعه. طيب قبل ما اجي على هذا تشرح شيء بسيط صغير صغير صغير، مش انه مثال شيء، لا لا، شغله بالحياه العمليه. لو مش بحياه العمليه، شيء بهمني بالرياضيات وبكل مكان. لو عندي هولو شافت زي هيك، يعني مش ما تسالوني شو الارقام من وين اجت يعني. لو حكى لي هذا الديمتر 20، حكى لي كلمه ثيكنس هاي 20 سنتي مثلا، ماشي، قال لك الثيكنس بيساوي مثلا 10 مليمتر. شو يعني ثيكنس 10 مليمتر؟ يعني هاي 10 مليمتر وهاي 10 مليمتر. يعني الديمتر الصغير راح يكون عبارة عن 20 سنتيمتر ناقص 20 مليمتر، يعني 2 سنتيمتر، وتساوي 18 سنتيمتر. فالديمتر الكبير 20 والديمتر الصغير 18. فالثكنس دائما بتكون من اتجاهين مش من اتجاه واحد، لأنه دائرة. تمام. لما اشوف سؤال عندي معطيني ديمتر خارجي واحد واعطاني ثيكنس، اطرح الثيكنس، اطرح اثنين ثيكنس، بتكون هي مقدار الديمتر اللي بالنص. طيب نرجع هذا المثال اللي فيه ثيكنس، هذا اجى على فاينل قبل فصلين او ثلاث فصول. قال لي اكولوم اوف تيوب ماست ريزيست اتورك، يعني هذول التيوب، في عندي تيوبين بدهم يقاوموا التوركات الموجوده. قال لي الاوتسايد ديمتر 10 والانسايد ديمتر 15. كيف يعني؟ قال لك انه هذا الديمتر له 10 والديمتر هذا له 15. قال لك وفي الثيكنس له 10. درو تويستنج مومنت ديجرام بدي اياه. قال لي اوجد الماكسيمم شير ستريس انت تو تيوب، يعني بدي اوجد الشير ستريس ماكسيموم والشير ستريس ماكسيموم، يعني بدي اعوض الراديوس الكبير. اول شغله بعملها بحكي هون الراديوس الكبير بسمي الراديوس الكبير 1 5، والراديوس الكبير هون بيساوي 7.5. طب الراديوس الصغير كم؟ الراديوس الصغير بده يكون، احنا حكينا الديمتر، الديمتر الكبير شو بده يساوي؟ ال10 ناقص 2 ثيكنس، يعني ناقص 2 بتساوي 8. فكم الراديوس؟ 4. وهنا 7.5 بتصير كم؟ 6.5. حدا مش فاهم هاي؟ انا انت. قال لك هاي دائره وهاي دائرة، هاي الديمتر لها 15 10، هاي الكبيرة. وهاي الديمتر لها كم بده يكون؟ إذا الثيكنس من هون 10 والثيكنس من هون 10، كم بده يظل؟ 8، صح؟ فكم الراديوس اللي جوا؟ هذا الديمتر كم الراديوس؟ نصف القطر 4، بقول لك 4. والكبيره 5، فهي 5 وهي 4. فلما بدي اطبق المومنت اوف انرشيا بدي احكي باي على 2 في 5 قوه 4 ناقص 4 قوه 4 بس. مش روح تعوض 10 و8 او 5 او 5 و8، لا 5 و4. والجهه الثانيه نفس الشيء، بدل 15 7.5. فايش هو بده؟ بده الشير ستريس، ماكسيمم شير ستريس، يعني بدي اعوض الراديوس الاكبر، يعني بدي اعوض هون 5 بالسي وهنا بدي اعوض 7.5 بالسي. هيو السي، السي هي عوضها 50، وهون الجي شوف شو عوضها طرح، وهون نفس الشيء عوض السي 75 هون 65. مين اعلى شير ستريس؟ ال 207. بتروح بتحط بالامتحان 207، لو رحت تلاقي عندك ال 172 و207. الفرق الثاني قال لك اوجد الانجل اوف تويست من A ل C، يعني من الجزء الحر للسبورت. فراح احكي الانجل اوف تويست فاي A بتساوي فاي AB زائد فاي بي سي. يلا التورك الاولاني 20،
ضرب ال 2 الجي الجي قصدي كم الجي معطيني اياها 30 الجي قبل شوي حسبتها هي 5.79 ماشي اللي هي الكبير ناقص الصغير هسه زائد بي سي هون التورك 20 وهون التورك 80 الاثنين عكس بعض عكس بعض فكم المحصله لهم سالب 60 ال 3 على 30 جيجا باسكال ضرب كمل هون بار اوف موتور انرشن 1.6 1 1 وبس بتطلع الانجل اوف توست لاحظ انه هيو طرح لاحظ انه طرح هسه في شغله الناتج هون طلع بالراد ممكن بالامتحان اقول لك احسب لي اياها بان ديجري فانت شو بتعمل بتعمل نسبه وتناسب الباي بتعطيني 180 فالاكس اللي انا بدي اياه لا مش الاكس القيمه هاي بتعطيني اكس فاكس بتساوي 180 ضرب بوينت او 47 على باي بضربها لا بقسمها على باي 180 يعني بحول من راديان لدجري هاي نسبه تناسب الباي بتعطيني 180 والراديان بتعطيني اكس فاكس كم 180 في هاي على باي طب الامتحان كثير انت لما تحسب من قانون التي ال على جي جي بتطلعها بالراديان بس بالامتحان كنا نقول لك احسب لي اياها ان ديجري فبدك تضرب ب 180 وتقسم على باي تمام تمام سؤال ثاني هذا ما فيهوش مفرغ وما هو مفرغ قال لي هذا التورك 50 وهذا التورك 20 هذا الديميتر 10 وهذا الديميتر 15 يعني هون الراديوس اللي بدي اعوضه 5 وهون الراديوس اللي بدي اعوضه 7.5 هون 50 هيو 50 والال والراديوس 5 وهي البولار مومنت اوف انرشيا بالجهه الثانيه 250 150 هسه هون بده انجل اوف تويست فبدي اطرح بدي احكي 5000 سالب مش 5000 150 ضرب 300 اللي هو الطول 3 يعني وهي المومنت اوف انرشيا البولار مومنت اوف انرشيا وهي الجي مش موطى المعطيات بس انا اللي بدي احكي لك اياها انه فرض الاتجاه هذا الاتجاه سالب وهذا الاتجاه موجب فطرح بيناتهم قلت لك انا ما بهمك الاشاره ما بتهمك الاشاره بتقول لك على كيف اتجاه التويست يعني هون لما طلع سالب اتجاه التويست قصده هيك زي هيك لانه هو فرض ال 50 هي السالب يعني لما عوض التورك عوضه سالب 50 هذا مش فاهم تعويض مباشر يمكن انا عجقت شوي بس تعويض مباشر الجي ثابته الجي هون بعوض الار قوة 4 يعني 5 قوة 4 وهون بعوضها 7.5 قوة 4 هو لعب شوي بالوحدات مشان اوحدهم مش مشكلة طيب هذا السؤال كثير مهم هذا السؤال لو انت بدك تيجي لو حكى لك الدكتور جابه وانت ما عرفت كيف تبلش فيه طب انت راح تصير تحكي لي انت على اساس بتجيبه يا دكتور وانا مش شارحك زيه انت لو انك حل الكتاب صرت تحكي بتفهم هذا السؤال من أجل. طيب كيف اجى السؤال هذا هسه التورك زيه زي المومنت هسه هون حكى لك هاي الذراع هسه قال لك احسب لي الانجل اوف تويست هون او الشير ستريس هون طيب انت لما تيجي تحكي زي هيك انا كيف بدي احسب الشير ستريس وهو مش معطيني تورك بقول لك لا انا بعرف انه القوه في المسافه بتعطيني مومنت فهذا راح يعمل لي تورك شكله زي هيك فهون التورك راح يساوي بي في اي هاي قيمه التورك اللي بدي اعوضها طيب نرجع لهذا السؤال قال لك هون في عندك لود رياح بمقدار 1.5 كيلو نيوتن للمتر مربع يعني في عندي لود رياح على هاي زي هيك تمام قال لك في عندي لود رياح شو حكى لك؟ حكى لك بأثر لي او انه مش هيك ممكن اتوقع هيك مشان تلف هيك مش مشكلة بس انه حكى لك في عندك لود رياح بشكل عام لود رياح مقدار 1.5 فانا بحوله للود مركز بحكي لا هو اللود هيك اللود هيك بحاوله 2 في 1 اللي هو تركيز اللود 2 والله ما نعرف شو عامله مش مشكله 2 في 1 و1.5 1.5 اللي هي مقدار اللود 1.5 في 2 في 1 خلص اللود 1.5 وهي المسافه 2 1.5 في 2 وبتعمل لي مومنت كيف تركيز اللود 1 1.5 في 2 في 1 هي قيمة التورك وهون حكى لك انه مفرغ فطرح ك
كيف المفرغ؟ قل لك انه الديمتر الخارجي 200 والثيكنس 5، يعني عندي هذا كامل 200 وهاي اللي جوا هنا 5 وهنا 5، فكم بطرح؟ 10. يعني هنا كم الديمتر اللي جوا؟ 190 والديمتر الخارجي 200، فالR بده يكون هنا 100 وهنا الR بده تكون 95، وكمل ومشى. والانجل اوف تويست مباشره تي ال على جي جي، التي 3 ال 4، هو قال لك من هون ومن هون التورك عوضه 3 والجي جي اللي هي تمام. هذا هيك موضوع الانجل اوف تويست. الانجل اوف تويست زيه زي الديفليكشن، فاذا انك انت درست الديفليكشن مباشره بتخلص. السؤال الاخير سؤال سنوات متوقع، اسئله الدكتور وليد زي هيك يا اخوان، سؤال متوقع على الانديترمنت ما شرحته، نروح نشرح الانديترمنت ونرجع. طيب تتذكروا بالديفليكشن العادي بال شابتر 2 لما كان عندي زي هيك لود مثلا، كنا نحكي خطوات اس بي 4 اللي حضر المراجعه بعرف شو الاس بي 4 وبعرف شو الاس افتر. اس افتر اس بي 4 زائد افتر تساوي زيرو، بعدين بطلع قيمه الرياكشن. اللي درس شابتر 2 عارف هذا الشيء ولا لا؟ اللي حضر المراجعات بالذات بتتذكر هذا الشيء صح؟ بالضبط. هسه شو اللي بده يصير هون؟ بدل الاس فاي، بدل الاس فاي، فاي بيفور زائد فاي افتر يساوي كذا، قيمه الرياكشن قيمه التورك، بخلص السؤال. فهم كيف؟ يعني اي شيء. مشان هيك شابتر 2 لو انك دارسه شابتر 3 فرط معك، بس ما فرط معك مش دارس شابتر 2 بدك تفوت من شابتر 3 بدك تراجع شوي انت من حياتك. طيب انا ما بدي اصعبها عليكم، ما اعرف ايش نحل، انه لا بدي اشرحه بالتفصيل من الصفر. بدنا نيجي على سؤال انديترمنت، ما نيجي على سؤال السنوات، ليش نغلب حالنا؟ لا سؤال السنوات في تريك بديش احطه، بديش اعقدكم من اولها من نظر انديترمنت، هو سهل جدا. يعني هذا انديترمنت، هذا مفرغ، بديش مفرغ انا، خلص مفرغ. شوف هذا سؤال قال لك، هذا السؤال في عندي اسطوانه اي بي واسطوانه بي سي، قال لي مربوطين من فيكس سبورت من الجهتين، قال لي المودلس اوف ريجيديتي يعني جي 3 للالمنيوم و5.6 للبراس، عندي مادتين. قال لي اوجد الماكسيمم شير ستريس بالاي بي، اوجد الماكسيمم شير ستريس بالبي سي. هسه عشان اوجد الماكسيمم شير ستريس هون بدي اعرف التورك اللي هون، ومشان اوجد الشير ستريس هون بدي احكي هذا ناقص هذا مثلا. طب انا كيف بدي اوجد التورك وهو انديترمنت؟ فبدي اطبق قوانين الانديترمنت. شو بعمل اول خطوه؟ طبعا هون كانه ما في ديمتر خارج، انا كنت احكي مفرغ ومش مفرغ. اول خطوه بنحسب الانجل، هسه بدنا نشيل سبورت. اول خطوه بنشيل سبورت، شيل السبورت ايه؟ بحكي فاي اي بي 4 بدها تساوي تي ال على جي جي من اي ل بي، يعني فاي اي بي لا تخلص شوي زائد فاي بي سي. طيب فاي اي بي زيرو، ما في تورك هون عندي لما اشيل السبورت، زائد فاي بي سي بده يكون عندي 12 ونص ضرب الطول 18. لاحظ انه كيبس دوت انش هون كيبس دوت انش، فما بدي اضرب 12 على جي جي، كم الجي؟ باي على 2 في ار قوه 4، 1 قوه 4. الجي كم؟ هاي براس، البراس كم اعطاني اياه؟ 5.6 16 براس. طلعت الفاي بيفور، بروح هسه الفاي افتر. فاي افتر بقول لك شيل كل القوى، شيل كل القوى الداخليه، يعني ما في عندي تورك هون، وحط لي قيمه رياكشن. هسا بالمنطق هذا بلف زي هيك، فالرياكشن بتكون معي زي هيك، هذا ار اي تمام او تي اي بسميه. فاي افتر بده يساوي هون ما في تورك، ما في تورك، بحكي هسا انا ايش فرض هذا الاتجاه؟ موجب، فهذا الاتجاه بيكون سالب، بدي احكي سالب ار اي ضرب ال 12 الجي باي 2 في 7.5 يعني 7.5 قوة 4 في الجي لها 3.7.
واكتب الوحدات. سالب نفس الشيء ار اي ضرب الطول 18 نفس اللي كان هون، 4 على 2 في 14 1 قوة 4 هاي في 5.8. شو بتعمل الخطوة الثالثة؟ هاي خطوة 1 هاي خطوة 2 خطوة 3 اجمعهم بتطلع قيمة، بتطلع قيمة ار اي. طلعت قيمة ار اي لما تحل السؤال معك بتطلع مع قيمة ار اي هاي. شوف شو عمل نفس ليش اللي عملته، طلع معاه ار اي مختاره هيو التي اي بي طلع معه هيك والتي بي سي هو هيك. يعني قيمة الرياكشن هذا مقداره 2 وإشي وقيمة الرياكشن هذا 9 وإشي، مجموعهم كم؟ تكون 12.5 من معادلة الاتزان. فهسا شو عمل لما حل هون؟ بدك تحكي 2 الرقم اللي طلع معه هيو على حسب الشير ستريس بالاي بي. محسن كل سؤال عندي تير تحله على الميثود هاي طبيعته الميثود هاي. فانت شو مباشره شو بتحكي 2.9 ضرب سي على جي، طلب شير ستريس ما طلبش انجل اوف تويست، تي سي على جي، التي كذا السي كذا والجي كذا، وللجزء الثاني بحكي التورك هذا ناقص ال 12.5 في سي على جي، وبخلص السؤال وبخلص السؤال. طيب هذا سؤال كان سهل ما في مفرغ ما في شيء. سؤال السنوات، سؤال السنوات جزء اسهل شوي بس في لعبه بالوحدات. السؤال نفس اللي شرحته قبل شوي، والله ما بيختلف عنه يا اخوان، يعني اللي فهم هذاك المثال بده يحل هذا. بس هذا المثال شو مشكلته؟ فيه هون مفرغ، يعني لما بدي احسب جي بطرح. طيب قال لك هذا السؤال في عندي اي بي طول طول اي بي يعني الطول كامل هو 500 سنتي يعني 50 متر. قال لي الديمتر لهاي 15 سنتي والديمتر لهاي 25 سنتي، وفي عندي محفور على طول 3 متر محفور كم 10 سنتي. قال لي اذا هاي فيكس سبورت واللود المحطوط 15، قال لي اوجد الماكسيمم شير ستريس بالشافت، يعني بحسب الستريس هون والستريس هون باخذ الاعلى، واحسب الانجل اوف تويست للاي سي. للاي سي شو يعني؟ يعني لما بدي اقطع هون بدي احكي 15 ناقص قيمه الرياكشن بيعطيني ايش؟ بيعطيني الشير ستريس، بيعطيني الانجل اوف تويست هون. مش تروح تحكي الانجل اوف تويست عند الاي سي تحكي 15، لا تنساش انه هون في رياكشن. طيب اول خطوه صار المثال حلو هاشم نزله على الجروب، تمام؟ فالحل بالتفصيل كارقام ووحدات على الجروب. اول خطوه اس بي 4 شيل السبورت، بقول لك فاي بي سي بتساوي 0. طيب فاي اي سي ما في لود هون، لما شلت السبورت ما في لود. فاي اي سي شو بدها تساوي؟ 15 ضرب ال 3 متر على جي باي على 2 في 12.5 قوة 4 ناقص 5 قوة 4 في الجي اللي معطيني اياها 800. طبعا انتبه للوحدات، هاي طن وهاي كيلوغرام في تحويل بيناتهم. طيب هاي فاي اي سي طلعتها. ثاني خطوه شيل اللود هذا وحط لود عكسه، لود عكسه زي هيك يعني، تمام؟ يلا معي فاي بي سي افتر سميها داش بيساوي سالب سالب ار بي ضرب الطول 2 على باي على 2 في هذا الديمتر 15 7.5 قوة 4 في جي. فاي اي سي بدها تساوي نفس الاشي سالب ار بي ضرب 3 على اللي عوضته هون، اجمع هذول مع هذا سويهم بالصفر بطلع قيمة التورك اللي هون. بعدين التورك اللي هون بيطلع معي بعوض هون، بحسب الشير ستريس هون وبحسب الشير ستريس هون، بعدين الانجل اوف تويست بحسبها وبخلص السؤال. هذا السؤال كانه ما اخذ ظني 5 علامات أو 6 علامات. هذا هاي الدائرة بثلاثة هاي الدائرة بثلاثة. ركز هون طلبها بالراد، يعني ما في داعي تضرب 180 تقسم على بعض. هون طلب كيلوغرام للسنتيمتر مربع، يعرف شو الفرق؟ الفرق انه هاي 800 كيلوغرام على السنتيمتر مربع واللود هذا طن دوت متر. فإذا تعرف شغلة واحدة أو إنه لما بدك تحسب ستريس بتحكي أنا طن على متر مربع مثلا أو طن على سنتيمتر مربع، بدك تعرف إنه الواحد كيلوغرام على السنتيمتر مربع بده يساوي 10 طن على المتر المربع. فأنا لما حسبت هذا السؤال لما بتحسب الشير ستريس هون راح يطلع معي الناتج طن على المتر المربع، هو بده بالكيلوغرام للسنتيمتر المربع تقسم على 10 او تحكي نسبه تناسب، هاي بتعطيني هيك
اللي طلعته هون مثلا 500 كم بيعطيني؟ بيعطيني 50 زي هيك. هذا يا اخوان هيك الانديتيرمنت والانجل اوف تويست. طبعا في موضوع الكومبوزيت شافت. الكومبوزيت شافت اللي هو لما يكون عندي مادتين جوا بعض نفس موضوع شابتر 2 بترجعوا وبتحلوا الفاي هون نفس الفاي اللي بالبراس نفس الفاي اللي بالستيل مثلا، واللود اللي جاي للبراس زائد اللود اللي جاي على الستيل بيساوي التورك الكلي. بعدين بتحكي شو الجي اللي هون بس في يركز الجي بالبراس هاي الكبيره بتكون مفرغه، اما الجي بالستيل بتكون سوليد لانه انا بحسب لكل ماده لحال جي زي الاير يعني. هاي شوفون الجي للبراس طرح، اما الجي للستيل ما طرح. تمام شابتر 2 تقريبا انتهى. ظل موضوع الجيرز انا ما كنت حاب اني انه ينشرح يعني مش كثير صعب. بدكم اياه ولا خلاص؟ اذا اسمعوا الجيرز مشروح بالتفصيل على فيديوهات القناه القديمه. اذا حابين نشرحه هاي معنا دقيقتين احكوا، مش حابين نشرحه مش مشكله. بدك اياه يا اسراء ماشي تكرم. اشرحنا خلاص تكرم راح اشرحه هسه وما راح ياخذ منا 3 ساعات بتوقع. كثير كثير بسيط الجيرز اللي هي عدال البسكليتات يا اخوان، او البسكليتات لما تروح البدالات الجنازير. طيب نفس الزوم وفوتوا كمان دقيقتين بدي اريح.